كلمة عزاء والكلمة مواساة أبدأ بها هذه الحلقة الكلمة قالها أحد المراقبين الطيبين من الساسة والساسة فيهم فيهم طيبون بلا شك لكن قد يفون الطيبون في الساسة قلة لكن فيهم لا نستطيع أن ننفي هذا نعم يقول إن أهل الشام مستهم البأساء قبل عشر سنوات ومستهم الضراء جوعا وبردا وتشردا خارج وطنه واليوم زلزلوا والله جل جلاله يقول وكأنه يخاطب أهل الشام تحديدا كأنما يخاطب أهل الشام تحديدا ولما ياتكم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب اي اخرى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البأساء اسم من البؤس الشده والفقر الضراء ما يضر النفس من مرض او جراحات او فقد محبوب من مال او اهل او تشرد او اخراج من الاوطان. والبأس اشتداد الحرب والصبر يحمد في هذه المواطن اكثر من غيرها خصت هذه الثلاثه بالذكر لان من صبر فيها كان في غيرها اصبر لما في احتمالها من المشقه على النفس والاضطراب في القلب الفقر اذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع ويكاد يفضي الى الكفر الضر إذا برح بالبدن يضعف الأخلاق حتى لا يكاد المرء يحتمل ما كان يسر به في حال الصحة يعني أولاده اللي كانوا مصدر سروره في حال صحته لا يكاد يطيقهم أيام مرضه وأيام بلائه وأما حالة اشتداد الحرب فهي على ما فيها من الشدة والتعرض للهلكة بخوض غمار المنية يطلب فيها من الصبر ما لا يطلب في غيرها لان الظفر مقرون بالصبر مره اخرى أم يعني فقط تامل وتدبر في الايه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ليكون جواب الله جل جلاله: ألا إن نصر الله قريب. أحد شعراء العراق نعم يقول: لم يبق عندي.. ما يبتزه الالم لم يبق عندي ما يبتزه الالم حسبي من الموحشات الهم والهرم لم يبق عندي كفاء الحادثات أسا، ولا كفاء جراحات تضج دم وحين تطغى على الحران جمرته فالصمت افضل ما يطوى عليه فم وصابرين على البلوى يراودهم في أن تضمهم أوطانهم حلمُ ثم يخاطب الشام فيقول: يا همة باسمها تستنهض الهممُ يا قمة تتهاوى عندها القممُ. يا همة باسمها تستنهض الهممُ يا قمة تتهاوى عندها القممُ على كل حال ان الظفر مع النصر وان العسر مع اليسر وان الله جل جلاله له يد تعمل في هذه الدنيا لكنها تعمل بطريقته الخاصه وعندما تقبل الفتن التي تزلزل وتقلقل الايمان في القلوب فان المؤمن الصادق يستعصم بايمانه ولا يسيء الظن بربه جل جلاله لا تتهم ربك على افعاله افعاله لا تنفك عن حكمته جل جلاله لن تستطيع ان تعرف الحكمه من افعال الله الا اذا اوتيت علما كعلم الله وهيهات هيهات لن تستطيع ان تعرف الحكمه من افعال الله إلا إذا أوتيت علما كعلم الله وهيهات هيهات أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين